رانا في بيت موهبة فنية في ميت عند موشنز. الناس بزاف ما تعرفهاش. كان عندنا الحظ اللي نتلقاو بها، رحبوا بيه وإن شاء الله راح تكون نضيف معنا في البرنامج موشن ثقافة تاع الإذاعة، ومنها نتعرفوا على الأعمال تاعك في مجال السينما، وتاني تعرف في الجمهور كيفاش وصلتي تدخلي هذا المجال، مش مجال سهل. وثاني بعيد شوية عن الجهة تاعتنا، الجهة تاع موشن من العاصمة ولا أكثر، أنت كيفاش بديتي مع هذه الدومين تاع السينما؟ ولا قال لي شرف بحضوركم ونشكر الإذاعة والاستقبال تاعكم كان مبارك. في المجال أنا دخلت لي فيه، يعني الواحد ما يكذبش على روحه، كانت عندي الموهبة شوية شوية، بصح ما كنتش ظانة بلي غادي نزيد نواصل فيها. أنا قلت ندير غير فيلم، ندير نسيي وبعد نشوف. ندير بقى راني دايرة ثلاثة ربعة الأفلام قصيرة وربعة الأفلام فيلم سينمائي مع جعفر القاسم وفيلم تلفزيوني ومسلسل. طيب كانت مرت في السنوات مع هاد الدومين؟ راني في ثلاث سنين داخلة في السينما. على هاد المعلومات كاع وزيدوا نكملوا مع التجربة مع السيدة في البرنامج إن شاء الله تاع الإذاعة، توجيهم كلمة باش يتابعوا البرنامج الثاني تاع يشوفوا المسيرة تاعها. وقبل ما ننسى أنا راني متزوجة مخرج وسيناريست، ومادا بيا كل شرف باش يكون حاضر معايا باش الناس تعرفه وتشوفه، وكنا بالك ما تحسيش يكون معنا نديرو شي بيت موشنت ولا كشي فوالا. يعني كان عندي كنا حضرنا انا والزوج تاعي على كاميرا كاشي وعلى فيلم قصير، ونتمنى بالك غدوة نطرحوا عليا هذا السؤال ويكون جاوبي في الصميم، ونتمنى ثاني الثقافة تعاوننا ان شاء الله. وماذا بكم ثاني؟ شو كاين الناس بزاف مهتمين بالك انا في بالسينما هنا في كاين بصح ما يعرفش بعضاهم، ما يعرفوش كيفاش لي بيسات باش يدخلوا، كيفاش تقدري توجيهم كيما هكا ثاني تقدر تفيدهم بالخبره نتاعك. واو راني ثاني حلينا مسرح الطفل في هنا في المالح في دار الثقافه شارع محمد خليسي، ودرنا اعلانات وكل شيء. ماذا بينا زعما الناس ولا الاطفال اللي راهم باغيين باش يديروا هذه الموهبه واللي خرجوا الطاقه اللي راها فيهم يجوا عندنا. زعما كاين الناس اللي قالوا لنا واه وراهم يجوا يسجلوا، بصح من بعد ولادهم ما نشوفوهم يجوا، ما نش عارفه علاه. ان شاء الله الله يسلمك. شكرا.